تمام كده، تمام. بسم الله، اهلا بكم في درس جديد من دروس اتعلم امريكي. معلش يا جماعه، انا اخيرا بعد تقريبا داخل في سنتين دلوقتي اخدت لي يوم زياده اجازه كده، فقمت طالع بالليل قلت اما اطلع بقى كده على الشط اريح لي كده يومين، يعني اروق دماغي شويه كده من الشغل كل يوم تقريبا. بس طبعا مش عارف ان في ناس بتبقى مستنيه الدرس وعايزه تعرف حاجه جديده، فطبعا حرام يعني ان انا اخيب املهم يعني. فقلت ايه، اجيب معايا الاستوديو والحاجات دي كده بتاعتي على قد ما اقدر، وزي ما بعت لكم صوره اوريدي على الصفحه بتاعتنا على تعلم امريكي، اوريكم الحاجات اللي انا عملتها. اكتشفت ان انا معايا السبوره، فلقيت الكرتونه ديت بحطها في شنطه العربيه عشان يعني ايه معرفش اهو، لقيتها ورحت جاي فاردها كده وعاملها، فبقت تقريبا سبوره، بس طبعا ما بتتمسحش يعني، يعني شغاله هي يعني مش بطاله، صح؟ شغاله هي. وزي ما انتم شفتوا كده ثبتت التليفون في الاباجوره وحاولت ان انا اعمل استوديو صغير كده اهوت عشان بس ايه نطلع الدرس دوت، وفي نفس الوقت هقدم لكم معلومات جديده وكده. وانا بعتذر لكم وبعتذر لسن ان انا ما قدرتش انها يعني تبقى معانا، لان انا مش موجود في البيت دلوقتي، انا زي ما تقولوا كده سافرت ايه استجم يومين كده، بس برضك ما نسيتكوش يعني. خلونا اتاكد كده ان كله تمام، انا هنا مباشر وشغال، دي كاميرا اليوتيوب عشان نبقى ننزله بقى، للاسف مش مباشر هنزله متسجل، انما الفيسبوك لايف وشغال. والأستاذة إيمان دخلت معانا اهي، يا ألف ويلكم. طيب يعني ماشي، يبقى احنا شغالين لايف وكله تمام اهو. طبعا أنا حاولت إن احنا برضك نكون على الميعاد بتاعنا زي ما بنبقى موجودين الساعة 12:30. عايز أعتمد النهاردة أكتر على اتصالاتكم، إنما أنا برضك هخش في الدرس وهنقدم النهاردة حاجة جديدة، وهيكون النهاردة شوية اللهجة الأمريكية اللي في الشارع بتتعامل مع الحرف ده ازاي. مهم جدا انك تعرف ده، لانك انت مش هتعرفه من الا اذا حد قالهولك، يعني حد عايش هنا، او انت لو حتى رحت مركز تعليمي، اذا كان الراجل اللي في المركز التعليمي دوت اذا ما قالكش الحرف ده بنستعمله ازاي في اللغة العامية هنا، مش هتاخد بالك يعني. فبس عشان تبقى عارف، فلما تسمع الجملة دي، زي ما انا كنت اتفرج على فيلم هنا، فلما سمعت الـ الكلمة ديت افتكرت، قلت دي تنفعنا ديت في الدرس، لان هنا انت هتسمعها مش تاخد بالك، انت تسمعها دي يقول كده بيعمل كده، بس انت مش تعرف دي الا لما تعرف الحرف ده بيستعملوه ازاي في اللهجة العامية في اول ما ودانك تسمعها في فيلم ولا حاجه، لانها غالبا بتبقى كلمتين، هما بيبقوا كلمتين صراع، فاول ما ودانك هتسمعهم هتلقطها على طول وهتقول الله الانجليزي مش صعب، بس انا ما كنتش عارف. اوكي، النهارده هنتكلم احنا الدرس العشرين في دروس اتعلم امريكي. يا جماعه، ما فيش ناس كتيره مشتركه على السكاي بي، هو ما بيشتغلش ولا ايه، ولا انتوا مش عايزين تمارسوا اللغه؟ انت هتنزل سكاي بي زي ما انت منزل الفيسبوك عندك على التليفون او على الكمبيوتر او حاجة، ايكون عادية زي ما بيتنزل الفيسبوك بتنزل السكاي بي. هتخش في كلمة بعد ما نزلت بتقوم داخل في بحث، اللي هو السيرش ده البحث، هتقوم جاي كاتب مستر سام وتسيب مسافة وتقوم كاتب 2016 وتقول له دور، تدوس على علامة دور بحث، هيقوم طالع لك على طول سامن سين، او هتطلع لك صورتي او كده، هتقوم دايس عليها وتقول انا عايز اتعرف عليك، او عايز اي وقت هتلاقي يعني، حتى لو انا اوف لاين هتلاقيني ايه بتجيلي بردك، هقوم انا ضايفك عندي عشان تقدر تتصل بينا يوم الاثنين. واتصلوا يا جماعه اي وقت، الدرس النهارده مفتوح من القلب للقلب. احنا النهارده الهالوين
وكان نفسي تبقى سين معانا علشان كنت هتشوفوا بقى اكيد كانت هتلاقوها يعني. انا هحاول اخليها تبعت لنا صوره هتلاقوها بقى عامله شغل كده وحركات بقى وبتاع بس البنات ما بيعملوش رعب، البنات بيعملوا زي الاميره كده وبتاع. فا anyway على تخش على سكايبي هتكتب في بحث مستر سام وتسيب مسافه 2016 هتبعت لي هعمل لك اوكي وتقدر انك تتصل بيا يوم الاثنين ان شاء الله. على اليوتيوب زي الفيسبوك اول ما تكتب كلمه واحده مفيش مسافه كلمه واحده مستر سام 2016 كلمه واحده هتظهر لك على طول. يا رب يكون خط واضح انا مش عارف امسح فخلوني اشوف كده. بتقول لي يا ريت تظبط الكاميرا. هو فيها ايه الكاميرا؟ هو فيها ايه؟ ده اجدح حاجه انا اقدر اعملها والله، لان انا اصلا لو انت شفت الصوره انا مظبطها على الاباجوره، انا خايف العب في حاجه تبوظ اكتر. هو 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 الكاميرا من فوق، هو الصوره عندي يا استاذ ايمان واضحه بس انا مش عارف الكلمات محتاج اعملها اكبر من كده شويه. ماشي يعني خليها زي الحرف ده كده يمكن، بس الكاميرا انا مش عارف اظبط فيها ايه بالظبط يعني حقيقي مش عارف، لان هي عندنا واضحه هو بس الكتابه مش واضحه قوي. مش شايفين انا كويس؟ اوكي مش شايفين. لان النور اكيد من الناحيه الشمال ضرب عليا. مش مهم، انا مش مهم يا جدعان، المهم تشوفوا الكتابه هنا والدرس. انا فعلا مش واضح في كاميرا اليوتيوب هتلاقوني انا النور ضارب فيا كده فهتلاقوني مش واضح قوي، بس مش مهم انا، المهم الدرس. انا قلت لكم قبل كده في الدرس السابع مش مهم المدرس، المهم هو الماده اللي انت بتاخدها ايه. النهارده هنتكلم عن حرف الار اللي هو حرف بالعربي حرف، والنبي اوعي تقعي والنبي، حرف الراء صح؟ مش بيقولوا راء اللي هو الراء ده كده اللي هو حرف الراء، حرف الراء او حرف الراء، حرف الراء اسمه ار، اسمه ار، حرف ار. الف الراء عندنا في الانجليزي الف راء ار، حرف الار الكابيتال الكبير بيتكتب زي حرف البي. فاكرين حرف البي اهو كده شايفين؟ فاكرين حرف البي عبارة عن خط اهو كده ودايرة، ده حرف البي مش كده؟ لو انا نزلت خط كده بقى ار، لو انا نزلت خط كده اهو بقى حرف الار، ده الكابيتال الكبير اهو واضح؟ حرف اهو زي البي اهو كبير كده، ولو انا نزلت كده بقى ار، خط من هنا كده بقى ار، شلت الخط ده كده شلته بقى حرف البي التقيلة، لكن ده حرف الار اللي هو الر للناس اللي ما تعرفش انجلش. طيب الحرف ده وهو صغير بيتكتب ازاي؟ خط كده ومن فوق شرطه كده شايفين؟ خط كده وبطلع ومن فوق شرطه صغيره. لما بتيجي تكتب سريع ومعظم الامريكان لما بيجي يكتبوا سريع حرف الار ده احيانا لانه بص حرف الار ده بيتكتب ازاي؟ تاني كده تمام شايفين باينه كده؟ لما بيطلع مش لازم يطلع على خط مستقيم، فاحيانا ايديه بتفرد شويه يعني المفروض انك تطلع على خط مستقيم وتعمل كده، احيانا بدل ما بيعمل حرف الار كده احيانا ايديه بتفرد شويه فبتبقى عامله زي حرف البي الفي اسف اللي حرف الفي التقيله الفي، فبيبقى عامل زي ما يكون سبعه كده. عشان كده خد بالك ان ده ار شايفين ده ار انما ده في، ده ار انما ده في. طب ايه الوجه الشبه؟ الامريكان لما بييجوا يكتبوا الحرف ده بسرعه بيسيبوا مسافه احيانا هنا، احيانا بيسيبوا مسافه كده فبيبان انه زي الفي بس هو مش في هو بيبقى ار ماشي بيبقى ار. ولو انتوا فاكرين الدرس اللي فات اتكلمنا عن حرف ايه؟ الكيو اللي هو دايره كده زي الاو وفي خط كده صح؟ والسمول بتاعه عكس البي، البي عامل كده البي كده هو عكسه تقلبه الناحيه الثانيه يبقى كيو،
او زي الاي بس تنزل خط لتحت. لو انتوا فاكرين انا قلت لكم والكلام ده على مسؤوليتي، مفيش حاجه اسمها حرف كيو في الانجليزي، ده لازم يجي مع حرف اليو، لازم هو لغتهم كده. وقلنا حرف اليو عباره، فاكرين عباره عن دايره كده زي ايه؟ امريكا، يونايتد ستيتس اوف امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، بيبقى حرف اليو والصغير بتاعه كده. انما الفي بيبقاش دايره، بيبقى سبعه والصغير بتاعه سبعه، شايفين؟ انما الار الصغير بيبقى كده وخط كده. يا رب يكون الكلام ده واضح يا جماعه. يعني عايز اقول لك احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الكيو وقلنا الكيو لازم معاه اليو، اليو دايره من تحت، الفي فاكرين ليها سن زي سن اللي بتيجي معانا كده. انما الار، الار عباره عن كده بس، اللي الامريكان احيانا بيكتبوه بسرعه فبيسيبوا مسافه هنا، يبقى باين انه عامل زي حرف الفي. معلش يا جماعه تلاقوني دايما ارجع ابص لان السن مش معايا، ارجع ابص اشوف اللي انا عامله ده واضح ولا لا. استاذ يوسف متشكر قوي، يعني الصوره واضحه الحمد لله. ركان ازاي حضرتك؟ مي حمدي لا كده تمام، طب الحمد لله واضح انا الحروف اللي كتبتها على الجنب. طب تمام كويس كده لغايه دلوقتي احنا هايلين تمام. عشان بس اتاكد ان ايه، ان انتوا ان الحروف والكلمات واضحه تمام كده. احنا بنتكلم النهارده عن حرف الار، وقلت الار الكابيتال كده شبه البي بس ليه خط كده، السمول عباره عن خط وفيه شرطه من تحت، وانه الامريكان بيسيبوا فيه مسافه فبيبقى عامل زي الفي بس الفي حاجه ثانيه. ده شكل الفي، ده شكل اليو، ده حرف الكيو اللي اخدناه المره اللي فاتت. طب امال ايه ده؟ ده مش حروف موسيقى، ده حرف الار في اللغه اللي هو الفانسي اللي هم ايه؟ لو انا بكتب جواب لحد، معظم الحروف ديت لما بتيجي تكتب لحد ومشبك بتشبك معظمها بتبقى بتاخد اشكال تانية خالص، السمول مش يعني الكابيتال شويه، معظمها بياخد اشكال تانية خالص غير الاشكال السمول اللي انتوا بتشوفوها. بس عاده لو انت مثلا بتكتب لاي حد كلمه او حاجه او بتقول له على حاجه بتكتبها له مفرد كده عشان يعرف يشوفها. لكن انا لو بعت جواب، انا هوريكم حد كان بعت لي جواب، هتلاقوا كل الكتابه غير الانجليزي اللي انت بتاخده ده خالص، الحروف كلها ليها شكل تاني. لان حرف الار من الحروف اللي دايما احنا بنشبكها بسرعه اكتر من اي حرف تاني فقلت اعرفك عليه. حرف الار بيتكتب لما تيجي تكتبه بسرعه بيتكتب كده، تطلع خط كده وتلف دايره وتعمل كده عشان يشبك من هنا ويشبك من هنا. يعني انا لو بكتب كلمه وعايز حرف الار بيشبك ازاي من قدام ومن ورا، فاكرين لما قلنا لكم قبل كده حرف الره في اللغه العربيه هيشبك من قبل منه، لكن ما بالراحه يا عم، لكن ما يشبكش من بعد منه. لكن عندك حروف تانية فاكرين زي حرف البه، حرف البه فاكرين؟ لو هيشبك قبل منه يبقى عامل كده، ولو بعد منه يبقى كده، ولو في الاخر تمسح انت دي ويبقى كده، صح؟ ويقعد ياخد اشكال مختلفة. حرف الحروف في اللغة الانجليزية برضك بتاخد اشكال مختلفة، ويعني معظم اللي متعلمين عارفينها، لان مش كل الامريكان زي ما انت فاكر عارفين كل حاجة يعني. فحرف الار لو انت شفت كلمة مكتوبة وفيها حرف الار معمول كده اعرف ان ده ار، لو شفته بالمنظر ده كده خط كده ودايرة كده اعرف ان ده حرف الار، بيبقى شكله عامل كده. ماشي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكيو وقلنا من الكلمات اللي انت اخدتها في الكيو، يعني مش هجيب لكم 100 كلمة انما هخليك في الكلمة اللي انت اخدتها قبل كده. كويست، كويست يعني يبحث يدور يطلب يعرف او يسأل، وبعدين يجي منها كويشن اللي هي الكلمة المشهورة كويشن، وهنيجي بعدين نقول لك التي اي او ان بتتنطق شن، وفي شان وفي شن وفي مش عارف ايه، وبريشر زي مثلا
كده اس اس يو ار اي ومش عارف تي يو ار اي زي فيوتشر بيكتشر. فهنقعد بقى نقول لك ايه الحروف المتركبه ديت بتتنطق ازاي لما بتيجي التوليفه دي على بعض، يعني كانك بتاخد حروف جديده في الانجليزي لوحدها غير الحروف المفرده دي والكل عارفها. بس مش هعمل لكم بقى زي ما هو موجود على المواقع الفزلكه الكبيره اللي بتبقى موجوده بتاعت لو جه حرف مش عارف ايه يتنطق ايه، زي مثلا ايه مول. انت عندك مثلا مول الكلمه معروفه، ال ما بتتنطقش، ال ما بتتنطقش اي، ام سوري ال الاي ما بتتنطقش اي، الاي بتتنطق او، بتبقى مول كانك بتقول مول بالاو. فلو واحد ما يعرفش انجليزي في اللغه العاميه هنا الامريكان اللي ما يعرفش بيكتب ممكن يكتب مول بالاو مثلا، ما هو نطقها زي ما كتبها عادي زي ما احنا بنعمل في لغتنا كده يعني عادي. انما هي انما هنا بيتنطق او مش اي. ده كده انت كده دخلت في وجع دماغ. الكلمه لما تجيلك زي ما مين الاستاذه ايه لما كلمتنا المره اللي فاتت وخلصت على التليفون كله اهلا وسهلا بيها، كانت عماله لو جه حرف او او يتنطق ايه، لو جه حرف يا جدعان احفظ الكلمه زي ما هي. الحاجات اللي انت محتاج تحفظها اللي هي دي تي اي او ان، احنا اخذنا الاي والاو ناقص حرف التي وده هنتكلم عليه شويه. التي دوت اللي هو حرف الت في اللغه العربيه، دي توليفه كده دي تحفظها، انما هنا امتى يتنطق ايه وامتى يتنطق او ووجع القلب ده انت مش محتاج، انت في غنى عنه، مش محتاج تحشر دماغك بمعلومات زي دي. لما تيجي الكلمه هننطقها لك. كانت مثلا بتسال على، يعني انا بدردش معاكم وفي نفس الوقت ايه بحاول اعلق على حاجه انجليزي هي اتكلمت فيها. كانت بتتكلم مثلا على كلمه vehicle. vehicle ديت اللي يختلفها عن العربيه، لو انت رايح حاجه اسمها، بص دي حاجه اسمها دي ام في، ده معناها المرور اختصار ايه مش قصتك، انما الدي ام في اللي هو وحده المرور. فهيجي يقول لك ايه نوع الفيهيكل اللي انت راكبها، يعني انت جاي ترخص عربيه كار، ما هو فيهيكل دي يعني مركبه، تطلع بقى كار يعني عربيه تخش تحتها، موتوسيكل ده يعتبر فيهيكل، تراك كبير ده يعتبر فيهيكل، فان زي ما اتكلمنا قلنا الفان في اي ان فاكرين، وفان يعني مروحه باللي فيه، انما فان يعني عربيه اللي هي العائليه الكبيره دي، دي فيهيكل. العربيه العاليه اللي هي باربع ببار اللي احنا بنقول عليها جيب او كده اسمها اس يو في، دي بردك تعتبر فيهيكل، انما التريلا الكبيره قوي دي بردك فيهيكل. ف الكلمه بتاعت فيهيكل يعني بيبقى عندك كلمه كده وبيشتق تحتها حاجات، هنعرفك الحاجات دي في وقتها، بس انت ما تقعدش تحفظ الحرف ايه بيتنطق ايه والحرف كذا، لا انت زي ما نقول لك انطق تنطق. انما الحروف المركبه دي هنقول لك عليها لان ديت حاجه ثابته زيها زي الحروف في اللغه الانجليزيه لازم تبقى عارفها. طيب ايه علاقه ده الدرس اللي فات وده كويست بتاع حرف الكيو اللي فات، ايه علاقته بحرف الار؟ حاجتين علاقته، او كده زي ما بيعملوا الامريكان، حاجتين. اول حاجه انك انت لو حطيت هنا ار اي وبعدين كتبت كويست، ري كويست، ري كويست، الكلمه دي عايزك تحفظها. يعني ايه ريكويست؟ ابص بصه اتاكد ان كله تمام واقول لكم. متشكر يا استاذه سميره، والله ربنا يخليكم، انتوا ربنا رزقني بناس كويسين ومحترمين، ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي كله تمام، محدش قايل اي حاجه، عشان بس اتاكد الكاميرا تقع كده انا لازقها في الاباجوره، فكره جات لي كده زي ما عملت الفكره دي، فربنا بيلهم الواحد، فعايز اتاكد بس يا جدعان ان كله تمام. ريكويست، انا عايزك تحفظ الكلمه دي قوي لانها مهمه جدا. ريكويست يعني ايه؟ يعني رجاء من فضلك، لما اقول لكم يا جماعه انا عندي ريكويست، يا جماعه لو سمحتوا كذا،
يعني ايه ريكويست؟ رجاء او طلب. انما كويست ببحث بدور، انما ريكويست يعني لو سمحت، لو سمحت يا فلان كذا. طيب حرف الار ايه ده؟ احيانا بيجي قبل بعض الكلمات بيغير طريقة، واحيانا بيجي في اخر الكلمة بيبقى ليه معنى برضك. ازاي؟ ار اي، لو انا مثلا بقول فيو، انا عندي كام واحد بيشوف الدرس مثلا، يعني احيانا بيبقوا 1000 وي واحيانا 2000 وي على حسب. دي اسمها فيو ماشي، انما هتلاقيها موجوده تحت الفيديو. انما لو حطيت قبل فيو ار اي ريفيو، يبقى معناها انا مش عايز يا جدعان املا لكم مليون كلمه، انا عايزك بس تعرف معناها مراجعه، زي ما احنا هنراجع الدرس اللي فات فهنعمل ريفيو على الدرس اللي فات. فلما حطيت ار اي بقت عامله ان انا عايز، انا عايز انت بتعمل ايه؟ بعمل كذا. لا لا لا، يا ريت تعيد عليه، زي مثلا عيد ورايا، ريبيت، عيد ورايا. بتعمل حاجه فاقول لك اه انت عملتها، بس يا ليت، يا ريت انت تعمل ايه؟ ري تعمل الحاجه دي، يعني عيد عليها تاني. فار اي قبل بعض الكلمات بتيجي بمعنى انك تعيد الحاجه تاني. طيب الار اي في حاجه تانية كمان، في بعض الكلمات هنا في اللغه الانجليزيه، في حاجه في اللغه الانجليزيه اسمها ستريس. الاستريس ده معناه حاجتين، يا اما استريس يعني انا مشدود ومضغوط، ده استريس. مالك يا عم مالك مضغوط ليه؟ مشدود ليه؟ ما سيبني دلوقتي انا عندي استريس جامد قوي، في العربيه باظت ومش عارف اتخانقت مع مش عارف مديري في الشغل ومراتي مش عارف ايه والعيال ايه، عندي استريس جامد. دي استريس. استريس كمان يعني في اللغه بقى، في الجرامر اللي هو في النحو وفي اللغه الانجليزيه، استريس بيبقى على الحروف اللي انت بتسميها المتحركه، انا بسميها حروف التشكيل. لما بتعمل استريس على حرف او كده بيغير الكلمه خالص، يعني لو واحد ما يعرفش ان الكلمتين بيتكتبوا واحد هيقول لك على طول ان دي كلمه ودي كلمه. خلينا اديكم مثال عشان تفهم بتكلم على ايه. لو انا كتبت الكلمه دي وقلت لك انطق الكلمه دي، عندك انت حرفين تشكيل هنا، ده وده. انا عمري ما هنسى الدرس ده لما اخدته في الجامعه الامريكيه لما كنت في مصر. ال 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 الدرس ده وضح لي حاجات كتير ما كنتش بقدر افهمها، يعني ازاي هي نفس الكلمه بس يعني انطقها ازاي، يعني ايه اللي بيحصل. فانا هوريك دلوقتي. انت عندك الاستريس ده بيبقى على الحرف اللي هو اللي هو انتوا بتسموه، اللي انا بسميه حرف التشكيل، اللي هو الفاول ليترز، اللي هو الحروف اللي ايه اللي احنا قلناها، فاكرين؟ فاكرين الحروف اللي هي الحروف اللي هي التشكيل دول، الاي والاي والاي والاو واليو واحيانا الواي، واحيانا الواي. الحروف دي هي التشكيل اللي بيخليك تنطق الكلمه جمل او جمل او جمله، فاكرين القصه بتاعت اول درس، او خياطه او خياطه، ده حاجه ودي حاجه، دي كلمه جمل غير جمل، دي كلمه ودي كلمه تانية، مش كده؟ بس الكتابه واحده، التشكيل هو اللي بيختلف. نفس الكلام هنا، دي الكتابه واحده، التشكيل هو اللي بيخلي الكلمة يا جمل يا جمل. دي ري، ري دوست او ري، يبقى انا دوست على مين؟ على الاولاني. ري، ري كورد، يعني ايه؟ ريكورد يعني ايه؟ بيسجل. انا بعمل لكم ايه دلوقتي؟ بسجل اهو وبسجل هنا، ده اسمه ري كورد، يبقى انا دوست على دي. فلما اجي اقول ايه؟ ري كورد، واضح قوي، ري بتنطق كده، ري كورد يعني ايه؟ بسجل. انما انا لو اتكيت على الحرف الثاني ما اقولش ريكورد، انسى الايه ده، انساه، مش كانه مش موجود. فهو عامل ازاي؟
ريكورد. اهو بنطقها ازاي؟ ريكورد. نسيت انا ده خالص، راح، ما بقاش موجود حرف الاي الاولاني ده، ده بقى مش موجود، وبقيت دايس انا على الكلمه دي، بقت ايه؟ ريكورد. ريكورد بقت كلمه تانية خالص. ريكورد يعني ملف. من ضمن الحاجات اللي هي مش كويسه هنا انك انت يبقى عندك ريكورد مثلا في الحكومه، ان انت يبقى عندك ملف، يعني معنى كده ان انت اتمسكت واتعمل لك مشكله او جريمه، مش اخدت مخالفه سرعه، لا، اتمسكت في اي مشكله، خناقه، مخدرات، ضربت حد، مش عارف حصل ايه، اذيت حد، اتعديت على انثى، الحاجات. لعلمكم يا جماعه حته المعاكسات والكلام اللي انا بسمعه في بعض الدول العربيه ده، هنا دي مصيبه. سكشوال هراسمنت ده ممكن تخش فيها 25 سنه سجن. إيه البنات هنا، يعني انا اسف في اللفظ، ممكن تبقى ماشيه يعني اريانه، هدومها قليله خالص وعادي، ولا لو جدع بس لمح لها او اعمل اي حاجه او بتاع، ممكن تشد، تحصل مشكله صغيره كده، لو وممكن تنتهي، وممكن تلاقي ناس واقفه وتقول لك انا شاهد ده عمل كذا، ويجي البوليس وتتعمل لك قضيه وتبقى مشكله وتقع، عشان بيفعلوا القانون. المهم انك انت تعرف ان انت لو اخدت يعني الملف كلمه مش وحشه، بس احنا هنا في اللغه العاميه بنشير الى انك انت عندك ملف. حد مثلا جاي عند الشغل وعايز اتاكد الشخصيه دي، مش حاسس ان الشخصيه دي مظبوطه كده، فاقول له مثلا اللي جاي يشتغل ده، انت عندك ريكورد ولا حاجه؟ طب تروح بقى المحكمه وتجيب لي بتاع زي حاجه كده اللي هي انتوا بتقول عليها ايه، بصمات او مش عارف ايه بتاع، اتاكد ان انت سليم. فده اسمه ايه؟ ريكورد، مش ريكورد. تبقى دي كلمه ودي كلمه. لو انا ما دخلتش مدارس هنا او بتاع، اقول لك ده دي كلمه ودي كلمه تانية خالص. لا يا عم، هما بيتكتبوا واحد وايه؟ وبيتنطقوا بشكل مختلف. من الكلمات المشهوره بردك present، في present وفي present. present احب اقدم لك، انا احب اقدم لك present مين؟ سن، احب ان انا اقدم لك سن. انما present يعني اللي هو الوقت الحالي مثلا، واخدين بالكم؟ وفي حرف التي في الاخر. انما prison اللي هو السجن ده او جيل، ده حاجه ثانيه. بس في كلمات انت لما بتنطق على حرف، ليه في كلمات انت لما بتنطق على الحرف ده اللي هو حرف التشكيل، بيغير ايه معنى الكلمه. ماشي. حرف الار ايه تاني يخص حرف الار ده؟ يعني اول حاجه قلنا بنكتب ازاي، وده شكله وهو كده الحرف الصغير، وده شكله لما بنشبكه، تمام؟ وخد بالك لما تلاقي كلمات ان الامريكان بيعملوا كده. وقلنا ان عندنا كلمه ريكويست وريكورد. خلوني ارجع لريكويست دي، عشان في حاجه مهمه قوي هنا في اللغه، هنا فرق الثقافه ما بيننا وما بين الـ 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 الثقافه الامريكيه وعندنا في بلادنا. بس قبل ما اقول لكم ده برضك، خلونا اتاكد ان الكاميرا سليمه وان كله تمام. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا، مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك. طب الحمد لله والكاميرا سليمه، كلمات واضحه، تمام. ماشي، كنا بنتكلم على ريكويست. فرق الثقافه هنا يا جماعه، خد بالك ما بين ثقافتنا والثقافه الامريكيه في حاجه. هديك مثال عشان تاخد بالك انا عايز اقول ايه. لو انا داخل عند حد هنا مثلا، ولو كان الشخص ده عربي، فاقول له يا الواحد ريقه ناشف قوي يا جدع، او الجو حر بره قوي، يعني واحد ريقه ناشف، فانت على طول ايه هتقوم عامل ازاي؟ انت تلاقيك عايز تشرب يا عم بس مكسوف، ما تقول يا عم اجيب لك حاجه ساقعه من الثلاجه ولا حاجه، مش كده؟ لو انا جيت لحد امريكي وقلت له الجو يا جو حر قوي، فهيقول لي النهارده الجو حر، فاكرين؟ It is hot today، hot مش hot، hot. تقول له يا الواحد زوره ناشف، هيقول لك يا باخد برشام من اللي هو اسمه سور ثروت، اللي هو بتاع زي ما قلت لكم هنخش بكم الصيدليه وتعرفوا الحاجات دي.
هو مش هيجي في باله انك انت لو عايز قول له ممكن حاجه اشربها، بس انا عطشان ممكن حاجه اشربها بس كده. او لو انت قلت انا عطشان اقول لك اوكي ما تشرب، لازم تقول له لو سمحت ممكن اشرب. فانا مثلا لو جيت لحد وقلت له ايه يا عم انت اتفرجت على الدرس كده، وانا انت حد مثلا بيقول لي من الناس اللي هنا في معايا هنا بيقول لي انا دخلت على الدرس وشفته، قلت فانا اقول له مثلا شفتك انا ان انت دخلت شفته كان مكتوب ان انت جوين يعني اشتركت معانا في الدرس وكده بس ما علقتش يعني. فهو لو العربي هيفتكر هو كان عايزني اتفرج وعلق، طب حاضر اما اكتب له تعليق المره الجايه. انما انا بعمل حاجه اسمها statement. في فرق هنا ما بين request و question و statement. هنقعد بقى نفرد لكم الحاجات دي واكتب لكم كل حاجه بس في سبوره اكبر شويه لان السبوره ديت كتر خيرها لغايه كده. في حاجه اسمها question اللي هو ده اسالك سؤال، هات لي اشرب، نظف دي، اعمل كذا، ده سؤال بسألك، اعمل question. هو مش يعني بسألك سؤال ده اسمه question، يعني ممكن تقول حتى ولو كان في صيغة الأمر بس اسمه سؤال، ممكن تعمل كذا ده سؤال. إنما request لو سمحت ممكن تسوي كذا ممكن تعمل كذا. إيه الفرق؟ إن أنا مثلا قلت لك أنت دخلت، وفي statement اللي هي جملة خبرية، أنا شفتك بس وشفتك إنك أنت ما عملتش كذا. مش معنى كده اني بقول لك اعمل، خلي بالك عشان ثقافتهم مختلف، مش معنى كده اني بقول لك اعمل. انا مثلا بقول مثلا لاخويا او لحد معايا في البيت انت دخلت البيت وما قفلتش الباب، فيقول لي مظبوط انا دخلت البيت وما قفلتش الباب ورايا، خلاص يبقى انت بتعمل حاجه اسمها statement، انت بتتاكد وتتحقق ان انت عملت حاجه كذا. فاقول له طب ما تقفل الباب، يقول لي ماشي حاضر، انت ما قلتليش اقفل الباب، انت قلت لي انك دخلت وسبت الباب مفتوح، لكن انت ما طلبتش مني ان انا اقفل الباب، حاضر اقفله. فاهمين قصدي؟ لا انا بحب في مكتبي ان لما حد يخش يقفل الباب وراه. اوكي خلاص عرفت، يبقى انا من هنا ورايح ده اوردر ان انا لما اخش عند مستر سام المكتب هبقى اقفل الباب ورايا. واخدين بالكم؟ ففي حاجه اسمها ستيتمنت، انت دخلت عندي المكتب وما قفلتش الباب، انا دخلت وما قفلتش الباب، وبعدين لو سمحت اقفل الباب، ده ريكويست. انا مش شايف الباب، السؤال اهو، هل انت قفلت الباب؟ ده سؤال، لا ما قفلتوش، دي الاجابه. طيب الريكويست ان انا عايز اطلب بالك.